ما نجيو لهنا للجزائر كنا هازين فكره صوره سيئه على الجمهور المصري، كنا هازين صوره سيئه. انا واحد منهم لما جيت هنا المصري ولما شفت شو لقيت شفت ايه احلى ناس جدعان كويسين طيبين، هزونا على الراس مصاروا بكل هزونا على الراس، ناكل باطل نرقد باطل نشرب باطل الطاكسي باطل عايش بون في محضرين مش عادي احنا مش طبيعي عايز شوف تسقيع يوم المقابلة تشوف قال